السلام عليكم ورحمة الله. في البداية برحب بيكم وحابب أتأكد بس إن الصوت وصل للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كلكم. خلونا نبتدي محاضرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اليوم محمد هشام، محلل أسواق المال بمجموعة إيكوتي. والنهاردة بندي محاضرة بعنوان استراتيجية تداول نموذج سايفر، أحد نماذج الهارمونيك، وفي سلسلة اللي احنا ابتديناها من أسبوعين بنتكلم فيها بشكل منفصل عن كل نموذج من نماذج الهارمونيك، وكل واحد في حد ذاته قلنا عليه استراتيجية ممكن نتداول عليها. وذكرنا في المحاضرات السابقة إن النماذج دي بتعتبر ذات عائد ربح عالي بسبب نسبة العائد المخاطرة الجيدة أو الممتازة، بستوب قليل وتارجت بيبقى معقول وكبير. فالنهاردة هنتكلم على نموذج جديد وهو نموذج يسمى سايفر، وهنتعلم من خلال استراتيجية اليوم ازاي نرسم نموذج سايفر ونتداول النموذج بشكل صحيح. وعن طريق التعرف على النموذج ده هنقدر نعمل استراتيجية مربحة في سوق العملات الأجنبية. ويعتبر نموذج سايفر أحد نماذج مدرسة الهارمونيك، وهو النموذج الأكثر والأعلى نسبة نجاح ضمن النماذج بتاعة التداول التوافقي أو اللي احنا اتفقنا نقول عليها الهارمونيك. ومن خلال المحاضرات اللي احنا بنقدمها وهنقدمها إن شاء الله في إيكوتي بنتعرف على نماذج الهارمونيك خطوة بخطوة، وكل نموذج في محاضرة منفصلة عشان نقدر نستوعب النموذج بكل تفاصيله وشروطه الخاصة. ونموذج سايفر زيه زي بقية نماذج الهارمونيك بيعمل في كل الأسواق وعلى أي إطار زمني متاح قدامنا. خلال الأسبوعين اللي فاتوا تعرفنا على نموذجين يعتبروا من أهم نماذج الهارمونيك، هما نموذج الـ ABCD أو الـ AB equal CD والجارتلي. وأهم حاجة لازم نعرفها في النماذج بتاعة الهارمونيك هي نسب فيبوناتشي، ولازم نحفظها ونعرفها جيدا عشان نعرف إن عند النسبة دي بيظهر لي أو بيبتدي يتكون لي نموذج معين، وعند النسبة دي النقطة دي بتقول لي إن ده نموذج جارتلي، نموذج سايفر، أيا كان. فمهم جدا إن احنا نعرف نسب فيبوناتشي ونحفظها جيدا، لأنها اللي بتحدد لي أضلاع النموذج، واللي في الأخير بتحدد لي نقطة الانعكاس اللي بقرر عندها دخول الصفقة سواء بالبيع أو بالشراء. ونموذج سايفر بيشبه نماذج الهارمونيك التانية، إلا إن في اختلاف واحد بس، هو إن الضلع BC بيتجاوز الضلع XA، وده معناه اننا هنستخدم مستويات امتداد فيبوناتشي للضلع AB عشان نحدد الضلع او النقطه C هتتكون فين. كانت في النموذج او النماذج العاديه بتاعه الهارمونيك بنستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي مش امتداد فيبوناتشي. زي ما احنا شايفين قدامنا على الصوره، هو نموذج سعري بيتكون من 4 اضلاع، وعلى الارجح يعد صاحب اعلى نسبه نجاح ضمن نماذج الهارمونيك في التداول، وهو النموذج الوحيد اللي بيختلف في تكوين أضلاعه بين بقية أو بقية نماذج الهارمونيك. زي ما احنا شايفين وزي ما قلت إن الضلع BC بيتجاوز الضلع XA، يعني عشان أجيب النقطة C بتتكون فين باخد امتداد في فيبوناتشي AB وبتتكون عندها C. كانت في النماذج التانية كانت C لازم بتكون تحت الـ A، وإلا إذا تجاوزت النقطة A بتبقى النموذج غير صالح أو غير سليم. لما هنا في نموذج سايفر النقطة C بتتكون فوق النقطة B. تعالوا نتعرف على طول على قواعد نموذج سايفر أو شروط تكون نموذج سايفر. زي ما قلنا قبل كده إن الضلع XA في كل النماذج ملوش أي متطلبات أو أي شروط،
هو يكون قد يكون أي حركة على الرسم البياني ومفيش أي متطلبات محددة مطلوبة عشان تتكون الضلع اكس ايه، سواء الضلع اكس ايه صاعد هنا اهوت حركة صاعدة اهو مكون لي الضلع اكس ايه، أو حركة هابطة مكون لي الضلع اكس ايه هبوطا. فزي ما قلنا كل النماذج بتاعت الهارمونيك ان الضلع اكس ايه ليس له اي متطلبات، وممكن يكون اي حركة على الشارت او الرسم البياني سواء هبوطا او صعودا. بعد ما بتحرك الضلع اكس ايه بيبتدي السعر يتحرك في حركة عكس الحركة السابقة. يعني مثلا خلينا نشرح على النموذج الصعودي، بعد ما الاكس ايه عمل حركة صاعدة جه عند النقطة A وبدأ ينعكس السعر عشان يكون لي الضلع AB. الضلع AB لازم يكون ما بين النسبتين دول 38 و2 من عشرة و61 و8 من عشرة في بوناتشي، تصحيح في بوناتشي من الضلع XA. يعني النقطة B لازم تكون ما بين النقطتين دول 38 و2 من عشرة و61 و8 من عشرة من الضلع XA. بعد ما بتتكون النقطة B بيبتدي السعر ينعكس مرة تانية ويمشي في نفس اتجاه الضلع XA عشان يبتدي يكون لي الضلع BC اللي احنا قلنا بتتجاوز فيه النقطة C النقطة A. ولازم يكون أو تكون النقطة C عند مستوى امتداد فيبوناتشي ما بين 113 و 141 و4 من عشرة، ومفروض أو لازم بتتجاوزش النقطة C المستوى ده عشان يبقى النموذج صالح او سليم. فقلنا ان النقطه سي لازم تكون امتداد فيبوناتشي 113 ما بين 113 و141 و4 من 10% من الضلع اي بي. كده اتكونت النقطه سي، فهيبتدي يتكون الضلع الاخير معانا في النموذج وهو الضلع سي دي، وهو النموذج الاهم اللي هيوصلنا للنقطه دي اللي هي آخر نقطة أو النقطة اللي هبتدي أقرر عندها إذا كنت هدخل الصفقة سواء بشراء أو بيع. فالنقطة دي لازم تكون عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6 من عشرة من الضلع إكس سي. كنا المرة اللي فاتت أو في النموذج اللي فات للجارتلي كنا بنقول إن النقطة دي بتبقى امتداد فيبوناتشي من الضلع الاخراني قبل الاخير عفوا من البي سي عشان اقيس من النقطه دي، لكن في الضلع او في النموذج سايفر بقيس النقطه دي من الحركه ككل من النقطه اكس للنقطه سي عشان اقدر اجيب النقطه دي، واللي لازم تكون 78.6 من 10% من المسافه ما بين اكس وسي. ولازم ونقول تاني مرة إن الاعتبار المهم في نموذج سايفر هو إن الضلع بي سي بيتجاوز الضلع اي بي، وعشان كده بنقيس الضلع سي دي أو بنشوف النقطة دي نقطة الانعكاس هتكون فين من الحركة ككل بتاعة النموذج من النقطة اكس للنقطة سي أو الضلع اكس سي، ولازم يكون عند 78.6 من عشرة. نفس الشروط هتنطبق على نموذج البيرش او الهبوطي او البيعي، ولكن مع العكس. يعني في النموذج الهبوطي هنلاقي الاكس اي بتعمل حركه هابطه ويبتدي من النقطه اي يمشي في عكس الاتجاه السابق عشان يكون لي تتكون لي النقطه بي عند ما بين التصحيح في بوناتشي 38 و2 من عشرة و61 و8 من عشرة. بعد كده تبتدي الضلع الثالث اللي هو اللي بيتجاوز الضلع اكس اي بي اللي هو الضلع بي سي، وتتكون لي النقطة سي عند او ما بين مستويات امتداد في بوناتشي ما بين 113 و141 و4 من عشرة، عشان يبتدي الضلع الأخير في التكون عشان النقطة دي تتكون لي عند 78.6 من عشرة من الحركة الكلية للنموذج من
المسافة ما بين إكس وسي أو الضلع إكس سي بيكون عند 78.6 عند النقطة دي، واللي عندها بتبقى بنسميها نقطة الانعكاس، اللي هيبتدي من عندها نحط قرارات أو نشوف هنحط صفقة بيع أو صفقة شراء. كده عرفنا قواعد أو شروط نموذج سايفر، عرفنا الضلع إكس إيه بيكون فين، أو زي ما قلنا ملوش محددات أو متطلبات محددة، عرفنا إن الضلع أي بي بيتكون أو النقطة بي بتوصل عند ما بين تصحيح فيبوناتشي 38.2 و61.8 من الضلع إكس إيه، الضلع بي سي بيكون عكس الضلع أي بي وبتتجاوز النقطة إيه، وبيكون امتداد فيبوناتشي ما بين 113 و 141 و 4 من عشرة من الضلع أي بي، وأخيرا الضلع سي دي الضلع الأهم أو الضلع الأخير في النموذج، واللي بيكون عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6 من المسافة ما بين إكس وسي أو الحركة الكلية للنموذج بالضلع إكس سي. زي ما قلنا لازم نكون حافظين وعارفين نسب فيبوناتشي اللي بتحدد نقاط تكون الأضلاع بتاعة النماذج بتاعة الهارمونيك، لأن مثلا لو النقطة بي مثلا هنا عند 61.8 ممكن أبتدي أقول ده هي ممكن يتكون نموذج جارتلي، زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن النموذج الجارتلي بيتكون عند النقطة بي عند 61.8 من النقطة إكس إيه، لكن اللي هيحدد لي إذا كان النموذج ده نموذج جارتلي أو أيا كان نوع النموذج هي النسب. هنلاقي الجارتلي عند 61.8، هنلاقي الوطواط أو الخفاش عند نسبة تانية، هنلاقي الفراشة عند نسبة تالتة، وهكذا. اللي بيتحدد لي النموذج واللي هيحدد لي ازاي هتداول على النموذج هو النسب بتاعة فيبوناتشي. ننتقل للنقطة اللي بعد كده، وهي الاستراتيجية بتاعتنا اللي هنتخذها على النموذج، استراتيجية تداول نموذج سايفر. الاستراتيجية بتاعتنا بتتبني على 3 أسس، وهي نقطة الدخول وأمر رأف الخسارة وأمر جني الأرباح. نقطة الدخول بتكون عند النقطة دي واللي بنتوقع من عندها إن السعر ينعكس، يعني عند النقطة دي بالظبط فببتدي أحط صفقة أمر الشراء بتاعي هنا أو أمر صفقة البيع عند النقطة دي هنا. أمر وقف الخسارة هيكون عند، هيبقى في حالة الشراء أسفل مباشرة النقطة إكس الستوب بتاعي، أو أعلى مباشرة النقطة إكس ساعة البيع. طيب أمر جني الأرباح بحطه فين؟ بحدده عن طريق نسبتين فيبوناتشي أو نسبة مستويات تصحيح فيبوناتشي من الضلع سي دي، بقيس المسافة من الضلع اي سي دي وأشوف عند 38.2 وعند 61.8، دول الهدفين الأولين اللي أنا ممكن أحطهم كأهداف للنموذج. يبقى تصحيح فيبوناتشي 38 و2 وفي المية أو 61.8 في المية. وزي ما قلت في المحاضرتين اللي فاتوا إن ممكن قبل ما يوصل للتارجت التاني اللي أنا حاطه ممكن أسيب جزء من الصفقة مفتوح إلى إنه يحقق لي أعلى نسبة أو أعلى عدد نقاط من الصفقة، أو يعني حد يضرب لي التارجت التاني وأسيبه زي ما هو عايز بقى يحقق لي أرباح أو يحقق لي نقط أكتر زي ما أنا عايز. بعد ما بكون خلاص أمنت الصفقة، بعد ما بكون حركت الإكس، قصدي عفوا الأمر اللي هو خسارة من فوق الإكس مثلا حركته، بعد ما حقق لي التارجت الأولاني مثلا حركته عند التارجت الأولاني وسبت الصفقة مفتوحة، وهكذا. بكده إحنا عرفنا امتى ادخل وفين احط وقف الخساره بتاعي وفين احط تيك بروفيت بتاعي. في بعد ما عرفنا ان في 3 أسس للاستراتيجيه، في 4 خطوات عشان ارسم نموذج سايفر بشكل صحيح. اول خطوه هتكون بدايه تحديد النقطه اكس، واللي زي ما قلنا ممكن تكون اي حركه
على الرسم البياني الضلع اكس ايه، وبعد ما بحدد الضلع الاول بكل بساطة بستنى بشوف حركة السو هتعمل ايه قدام، واول ما بتتكون الاضلاع الاربعة بستنى بشوف النسب بتاعتي بتاعة فيبوناتشي. شفت الحركة ديت فاستنيت ارتد السعر وعمل عند 61.8 او 38.2. شفت النقطة دي السي على تجاوز الايه، قلت ممكن يكون في نموذج سايفر، فعرفت وصل الامتداد بتاع فيبوناتشي لحد 141 مثلا او 113، وابتدى السعر يرتد وبتكون الضلع الاخير عشان اشوف بقى ابتدي احدد بقى واستنى النقطة دي تتكون عشان ابتدي اخش الصفقة بتاعتي. فقلنا اول خطوة انك تستنى الضلع اكس ايه بيتكون قدامك وتشوف الاربع اضلاع بتتكون قدامك وفقا للنسب فيبوناتشي اللي لسه قايل. بعد وصول السعر للنقطة دي عن تصحيح فيبوناتشي 78.6 من الضلع اكس ايه اكس عفوا اكس سي، نحط امر الشراء او امر البيع، ويفترض ممكن احط بيندنج اوردر عند النقطه دي، استنى عند 78.6 واحط بيندنج اوردر بحيث ان السعر اول ما يلمسه يتفعل الصفقه مباشره واخد الصفقه من بدايتها او التارجت او السعر من بدايته من بدايه الانعكاس. بعد ما بدخل الصفقه الامر المهم التالي او اللي هو المفروض اعمله ان احط امر وقف الخساره بتاعتي في منطقه مناسبه، وبتبقى ادنى بقليل او اعلى بقليل من النقطه اكس، وده منطقيا يعني يعتبر مكان مظبوط او مكان صحيح، لان مع تجاوز السعر النقطه دي بيكون السعر او النموذج بتاعي مش صالح او غير سليم. رابع نقطة، بعد ما حطيت وقف الخسارة بتاعي بشوف هحط أمر جاني الأرباح بتاعي فين، ولازم نتأكد من إننا نحقق أكبر قدر ممكن من النقط من النموذج، وزي ما قلت نحط عند 38.2 تصحيح فيبوناتشي، 61.8 تصحيح فيبوناتشي كتارجت أول وكتارجت تاني، وممكن أسيب تارجت أخير جزء من صفقتي مفتوح بعد ما أكون أمنت الصفقة بتاعتي واشوفها واتراقب السعر واشوف بقى هل ظهر قدامي دعم، هل ظهر قدامي مقاومة في قناة سعرية معينة في المنطقة ديت، في نموذج من النماذج الفنية ايا كان، بشوف بقى ادوات السلوك السعري وبحدد على ساعتها هل اخرج من الصفقة ولا لا بعد ما اكون حققت اكبر قدر ممكن من الارباح. كده احنا عرفنا، اتعرفنا على نموذج سايفر، عرفنا القواعد بتاعته، وعرفنا استراتيجيتنا هنمشي عليها ازاي نقطة الدخول وأمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح. تعالوا ناخد أمثلة لنموذج سايفر على الشارت. بس قبل ما ناخد الأمثلة، هل في أي سؤال أو أي استفسار في الجزء اللي فات دوت؟ لو في أي سؤال أو استفسار يا ريت حد، لو في حد عنده استفسار يا ريت يقول في جزء الشرح. ما فيش أي أسئلة، كل شيء واضح. تمام، قدامنا شرط بتاع زوج الكنديين على الفريم الويكلي، وزي ما احنا شايفين بدأ السعر ضلع اكس ايه، احنا قلنا ان هو اي ممكن يكون اي حركة على الشورت، وشفنا فيه هبوط في السعر لحد ما وصلت النقطة ايه، وبدأ السعر ينعكس مرة تانية، ووصل الضلع اي بي لحد النقطة بي عند فوق حاجة بسيطة عند 61.8، وبعد كده ابتدى يتكون عندي الضلع التالت بي سي
وقلنا ان هو ده بيتجاوز الضلع اي بي، وشفنا زي ما احنا شايفين دلوقتي عند امتداد فيبوناتشي 141 و4 من عشرة بالظبط، وارتد السعر عشان يكون لي الضلع الاخير سي دي تحت بحاجة بسيطة ب 46 نقطة. بما اننا بنتكلم الصوت واضح كده عند الجميع، عشان في حد بيقول عندي بس الصوت مش واضح. تمام. فبعد ما يتكون الضلع الاخير، احنا قلنا بما اننا نتكلم على الويكلي، ففي فرق عند 46 نقطه ما بين ال 78 و6 من 10 من المسافه ما بين اكس السي قسناها، طلعت 78 و6 من 10 عند 89 و30 نقطه، 89 و30 ده المستوى. قلنا ممكن نحط بيندنج اوردر عند المستوى ده. طب بما ان السعر ما وصلش، ممكن استنى السعر، انا اشوف حركه السعر بعينيا عشان ابتدي احط الصفقه بتاعتي او الامر دخول الصفقه بتاعي. ممكن احط البيندنج اوردر بالشرط لازم عند المستوى بالظبط، ممكن قبل المستوى بحاجه بسيطه زي ما شفنا كده، واحط الامر بتاعي. هنلاقي ان السعر هبط بشكل سريع لحقق وحقق التارجت الاولاني، بس قبل التارجت التاني وما حققش وابتدى يطلع تاني. يعني لو كنا دخلنا الصفقة دي، احنا حطينا الستوب بتاعنا هنا فوق الاكس، لو كنا فضل دخلنا او ممكن يكون دخل الصفقة دي، ممكن لو فضل فيها ممكن يفضل فيها لحد دلوقتي، مع انها دلوقتي قلبت بدأت تقلب مكسب بعد ما كانت محققة ربح قد كده، السعر عكس علينا ونزل تاني عشان يبتدي يحقق لها ربح من جديد. بس لو دخلنا الصفقة من أولها، هنا في 480 نقطة تارجت أولاني، وحقق الزوج أو الأسعار هبطت بحوالي 800 نقطة. فالصفقات اللي بتبقى لونج تيرم أو بعيدة أو بتارجتس كبيرة لازم نتابعها عشان نقدر نحقق أو نشوف أكبر قدر ممكن، بحيث ما السعر ما يعكسش علينا بالشكل ده. مع ان الصفقة يعتبر دلوقتي لو كنا دخلنا هنا، الصفقة دلوقتي محققة 46 نقطة مكسب. يعني لو كنا دخلنا في الوقت ده وسيبنا الصفقة لحد دلوقتي، الصفقة دي بقالها مثلا سنة. ده نموذج او مثال على السايفر البيرش. تعالوا نشوف مثال تاني على زوج النيوزيلاند دولار، نفس الحال بيرش. اشوف الضلع اكس اي او الحركة اكس اي هبوط، تعكس السعر عند النقطة بي، وصل ل 61.8 من عشرة. بعد النقطة بي بدأ يتكون لي الضلع الثالث بي سي اللي هو بيتجاوز النقطة ايه عند 141 و4 من عشرة. النقطة دي هستناها عند 78 و6 من عشرة، هنلاقي إن السعر تجاوزه بحاجة حوالي 50 52 نقطة أو 70 نقطة بالسبايك ده، 80 نقطة كمان. احنا قلنا نحط الستوب بتاعنا فوق عند الإكس، فوق الإكس مباشرة. لو كنا دخلنا في الشمعة الهابطة ديت كان هيبقى الستوب بتاعنا 169، تارجت أولاني كان 113، تارجت تاني كان 214 او 212، وحتى كمان وصل لأبعد من كده وحقق حوالي 400 نقطة. فاحنا زي ما بقولت لكم ان نسبة العائد المخاطرة بتاع النماذج الهارمونيك نسبة ممتازة جدا. يعني حطيت ستوب بتاعي 170 نقطة وحققت حوالي ادي 117 وادي 200، يبقى دي كمان 317، وابتديت كمان 400 نقطة لو دخلت 3 صفقات، يعني حققت حوالي 700 نقطة، وتارجتي أو ستوبي 170 نقطة.
ده مثال تاني بيريش. تعال نشوف كمان مثال بيريش على زوج الدولارين على الديلي، برضو شفنا حركة على الشورت اكس اي، كون لي الدولار اكس اي وطلع اتعكس السعر عليا لغاية ما وصل النقطة بي عند 38.2، انخفض السعر او تراجع السعر مرة تانية عند وتجاوز. ممكن ما نقولش على ده نموذج سايفر، بس هو حقق لي يعتبر تجاوزها بحاجة بسيطة ب 100 نقطة على الديلي، وارتد عشان يكون لي النقطة دي عند 78.6، وحقق لي تارجت أولاني وتارجت تاني، بل كمان وصل لحقق لي حوالي 670 نقطة. ده بس انا باين لكم الامثله دي ان النماذج الهارمونيك ازاي نسبه المخاطره للعائد بتاعها بيبقى ممتاز جدا. مثال اخير معانا على الذهب على الديلي، بس ده بوليش، هنلاقي ان السعر اتحرك من اكس لاي صعودا حركه عاديه على الشورت، وتعكس السعر لحد ما وصل للنقطه بي عند 38.2 تصحيح فيبوناتشي، عشان يكون يرتد السعر ويكون الضلع بي سي اللي تجاوز النقطة ايه عند 141.4، عشان يرتد مرة تانية ويكون الضلع الأخير في النموذج السي دي اللي وصل عند 78.6 بالظبط. يعني النموذج ده يعتبر بيرفكت إلى حد كبير. يعني لو دخلنا هنا مع الشمعة الصاعدة ديت، وحققنا تارجت أولاني وتارجت تاني، وتجاوز كمان حققنا حوالي 9000 نقطة على الذهب، فزي ما بقول لكم نسبة العائد المخاطرة بتاع نماذج الهارمونيك بتبقى ممتازة وبيحقق لنا نسبة ربح جيدة. في حد بيسأل على الجدول بتاع النسب، هو موجود بس للأسف في المحاضرة، كانت المحاضرة الأولانية أو المحاضرة الثانية على ما أعتقد. يعني إن شاء الله بحاول أوفره لكم مرة تانية في ثواني كده، ممكن أحاول أجيبه لكم دلوقتي. المهم في الجزء اللي احنا شرحناه دلوقتي، هل في اي حد عنده اي اسئلة او اي استفسار؟ هل في جزئية مش مفهومة، جزئية محتاجة اعادة شرح مرة تانية؟ هل ممكن ندخل من النقطة بي؟ انت كده هتريسك، يعني عايز تخش الصفقة بدري. بس انت لو دخلت مثلا في النقطة بي، خليني معاك، لو هتدخل من النقطة بي هتدخل شراء، هتقفل صفقتك هنا مثلا، ولا قصدي انت بتقول نقطة بي النقطة سي، هتدخل من نقطة سي ايه، نقطة بي ولا النقطة سي؟ انت كاتب النقطة بي والنقطة بي. طب ماشي، انت هتستفاد ايه برضو؟ هتاخد السعر معاك من هنا من اول لحد السي، وهتنزل بالسعر تاني لحد النقطة دي تاني، وهتروح واخده تاني وطالع، فتقريبا مش فارقة. يعني اهم حاجة نستنى النموذج لما يكتمل، عشان بتبقى عملت تريد على النموذج، ما تاخدش. ممكن اصلا السعر بتاعي راح واخدني من السي للدي ويتجاوز ويبوظ النموذج، فانا استنى اكتمال النموذج عشان ادخل الصفقة بتاعتي، ما استعجلش. احنا زي ما قلنا، عشان لو حابب تدخل بدري، بحط البيندنج اوردر بتاعي اعلى شويه من ال 78.6 من هنا، بحيث اما بالسعر لو وصل ل 78.6 يفعل الصفقه وياخدني من اول الانعكاس، بحط بيندنج اوردر اعلى 78.6 في حالة الشراء، أو أسفل 78.6 في حالة البيع. فأنا نصيحتي ليك أنت تستنى النموذج لما يكتمل أفضل.
بحيث ما السعر ما يمشيش عكس زي ما انت متوقع. احنا كنا بنشوف ال هحاول احطه لكم على ال وبيتقال ان النموذج دوت مش دايما مش متكرر كتير على الشارت، بقوله نادر حدود، بس يعني بيعتبر من اكتر النماذج اللي له نسبة نجاح كبيرة. انا بس بحاول اجيب لكم الجدول اللي فيه النسب. انا لسه بس بضيفه على ال ايوه اهو. شايفين الجدول؟ بس عفوا، ده الجدول بتاع الضلع A B C D. عفوا ده عفوا عفوا بحاول ان شاء الله، بحاول بقدر الامكان المحاضرة الجاية بإذن الله تكون في الجدول اللي انت قصدك عليه، ان ده جدول بتاع الضلع او النموذج بتاع A B C D. تعالوا نلخص المحاضرة بتاعتنا في شكل سريع. عرفنا ان نموذج سايفر هو زيه زي بقية نماذج الهارمونيك، وبيختلف عنهم بان الضلع B C بيتجاوز الضلع A B X A عفوا. وعرفنا قواعد تكون النموذج، وعرفنا استراتيجية تداول نموذج سايفر. فهل في أي من سؤال، أي استفسار، أي جزء مش واضح في نموذج سايفر؟ هل في حد عمل تريد على النماذج اللي احنا قلناها قبل كده، الجارتلي أو اي بي سي دي؟ هو في فرصة الكل معايا؟ ما ينفعش يا استاذ احمد. النقطه بتقول هل ممكن النقطه اكس تكون على مستوى واحد من النقطه بي؟ ازاي ده هيبقى كده البي صححت 100% من الاكس، فكده مش هيبقى فيه نموذج. احنا قلنا النقطه بي بيكون تصحيح فيبوناتشي ما بين 38 و2 من 10 و61 و8 من 10 عشان اقدر اقول ان ده نموذج. لو النقطة B صححت 100% من الإكس مبقاش في أصلا نموذج عندي. تمام كده، في أي سؤال أو أي استفسار عن محاضرة النهاردة ده؟ أوكي، بشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله استنوا الثلاث أسابيع الجايين بإذن الله يكون عندنا ثلاث نماذج هارمونيك جديدة نتكلم عنها وعن استراتيجية التداول عليها. بشكركم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.